صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حافظه الله ورعاه مرسوم رقم 103 لسنة 2023 بتعيين رئيس تنفيذي لمراكز الرعاية الصحية الأولية بناء على اقتراح المجلس الأعلى للصحة وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الوزراء جاء فيه المادة الأولى تعين الدكتورة إجلال فيصل العلوي رئيسا تنفيذيا لمراكز الرعاية الصحية الأولية.